walk the doobie laddie, hop the doobie. What's the matter with Doc Eddie D? He's Doc Joe Jock, shake the booty daddy, wow, see ya. اهلا ماركيلو. ازيك يا حبيبي؟ اتفضل اتفضل. دي موضه بس في ايطاليا دلوقتي. فين؟ شبشب على البدله. صحيح؟ متهيفه قوي. حد في الدنيا يلبس بدله وبعدين شبشب؟ هم شريف ما تطلعش الراجل ده بشبشب تحت. تشاو راجاسي راجاسي ديلا سوستا، ساسيرا كون مفيد فوزي. مين اشهر مذيع في مصر؟ مفيد فوزي. تعليق؟ انا جريء في اللي بقوله. يعني انا افرض مثلا انك انت قلت لي ايه، هل انت جريء على طول؟ اقول لك اه على طول. على طول اقول لك اه. تقول لي ايه شكل الجرأة؟ اقول لك مثلا انا ما احبش حد يكلمني وهو بقه البانة. شيل اللي بانة من بقك عشان تكلمني كويس. ده بجد ولا اذا سمحت؟ امال ده بجد؟ امال بس دي حاجه بتبع البروجرام بتاعتنا. البروجرام لازم تبقى فيه لبانة. لازم هو كده عشان تقول نهار اسود. يا نهار اسود. والكالتشر بيعملوا مع بعض. كالتشر انك انت تبقى بقك لبانة وانت بتكلمني. هي كده بس. ده هنا في مصر مش كويس. في مصر انا لو حطيت لبانة ببقي في مصر وقعدت اكلم مسؤول ده انا تاني يوم ابقى منشد في الجرايد. لا والله. تفهم يعني ايه منشد في الجرايد؟ يعني التيتر بتاع الجورنان. جورنان بيقولوا ايه بقى؟ لبانه في فم مفيد فوزي وهو يحاور. مين رمز القوه بالنسبه لك؟ اينشتاين، هتلر، زكي رستم، هند رستم. طبعا اينشتاين. مين رمز الجمال؟ واحد افروديت، داليدا، زينات صدقي، ام حسن السهراوي. رمز الجمال مارلين مونرو. ولا واحده من دول. ولا واحده من دول. افروديت ما تهمنيش. داليدا ده ما تهمنيش. داليدا كانت لا يهمني اللي بقوله خده قاعده. أوكي. ما تناقشنيش فيه اتفضل. لا نفهم. انا بقول لك نفهم الكاركتر. الكاركتر ان مارلين مونرو يا اخي مارلين مونرو يا اخي. الفرق بيني وبين الناس دول انه منى الحسيني مستفزة زيي. انا مستفز. لا انت مش مستفز. لا لا معلش انا مستفز عشان يطلع منها حاجات. خلاص ما دام قلت بيطلع منها حاجات هكرر وراك. لا 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 قلت لي بقى فرق كمان مين تاني؟ ايمن جمعة. معرفوش ولا انا. مين اكتر مطربة مزة بالنسبة لك؟ فيروز. مزة. مزة؟ انا بكره كلمة مزة. يعني ايه مزة؟ يعني مزة سكسي. يعني ايه مزه؟ سكسي. سكسي؟ ما تهمنيش. ومطرب؟ عبد الحليم حافظ. صوت بيريح. يعني ايه بيريح؟ صوته. انت اتجوزت كم مره؟ هي مره واحده. قبل الجواز كنت بتعط؟ بعط؟ اهدي زي مزه بالظبط. هي بس مفيش في الدنيا. بس دي كلام مصري صح؟ مفيش في الدنيا محاور يقول لحد انت كنت بتعط. بس ده اللايت بروجرام. لا 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 لا. وفي حجمي ما يتقالوش انت بتعط. يقول له ايه؟ اسمها ايه؟ اعلمك بقى. بليز. هل كانت لك نزوات؟ هل كانت لك نزوات؟ فاهم. كان عندك نزوات؟ لا انا اصلا واقف على بتعط. كنت بتعط. عط ايه؟ عط ايه في قلبك؟ في حد بيعط؟ مع موزز. موزز ايه؟ بتعط مع موزز. موزز ايه؟ ليه؟ لا لا ليه؟ لا لا. ده كلام جميل يا راجل. ده يعجب حد تاني. مين بقى؟ لا واحد. لو قاعد جنبك هنا وقال وتقول له انت بتعط مع موزز يقول لك ده انا كل حياتي عط مع موزز. هو ما بيعملش حاجه اصلا. مش مشكلته. مش مشكلته. اسمها ايه بقى؟ نزوات. نزوات. هل كانت لك نزوات؟ فكنت هقول لك انا ايه؟ كلام معلش انت مش هتفهمه بالعربي. ده انا اللي بحط. ان نزواتي كانت وقودا في الحياه. وقودة ده بترول. ولا تعرف كان يعني كانها بترول بتسخنك. ايوه اسم الله عليك. يعني بتديني جرعه. تسخن عشان نزوه ولا ايه؟ لا 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 النزوه تسخنني. فالسخونه في النزوه تخليني اقبل على الحياه. وعليها. عليها ده مين؟ على مين؟ نزوه. لا 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 انا بكلمك النزوه حاجه يعني. انت الواحد لازم يقعد معاك عشان يشرح لك الدنيا شكلها ايه. طبعا معنى كده عشان ده انت جزء من ظرفك الحكايه دي. انه النزوه انك انت تبقى لك بلغتك بقى عطايه. دي عطا طايه جايه من كلمه تعط. موزه موزه. تصور انت ان انا في لما هو تعمل معايا حديث في حياتي هقول فيه مذيع ايطالياني قال لي هو انت قبل الجواز كنت بتعط. تخيل ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش يا عطار كابيني.
هم قالوا ايه؟ انا اكلتهم وديتهم مكان قالوا ايه؟ ملوخيه. ملوخيه. طبعا. انت ممكن تقول كلمه للشباب بتاع ايطاليا؟ انتوا دمكم خفيف جدا وبتتكلموا زينا وتشوحوا وبتاع، وبعتقد ان كنتوا لبيسه لان كنتوا في بلد الموضه مش دي بتاعت جازمة. بس انا مذهول انه الرجل المذيع اللي انا بتكلم معاه لابس لي بدله ولابس لي شبشب يعني اسمحوا لي يعني ترفقوا بينا في الموضه، لان الموضه ذوق واحترام. وبعدين بناتكو احلى بنات في الارض، احلى بنات في الارض. وتاني مره ما تبعتوش مذيع فبقه البانه، بقه البانه، ويقول لي انت بتعط ايه ده ستوب. ما اهتفش انا ابدا لبرنامج ايطالي. فيفا لا فيفا لا سوستا، فيفا لا سوستا، والثالثه فيفا لا سوستا. ابتسامات، نزوات، عطاط. اوكي. ايه دي؟ دي بوسه. ايه الصوت اللي طلع منك ده؟ ما انا ببوس كده بدل